التقرير التالي يتحدث عن العاطفة والعمل الرياضي. كل واحد يشغل أصحابه واللي يحبهم واللي يقربون له. نشوف التقرير التالي. عمل زائد عاطفة، بالتأكيد الفشل هو النتيجة، لأن العواطف يجب أن تبتعد تمام البعد عن أي عمل يراد له النجاح. نعم لا بأس في أن يجمع العمل الأصدقاء والمعارف أحيانا، لكن بشرط أن يكون نتاج العمل ناجحا. أما أن يجمع العمل الأصدقاء والناتج لا شيء، فبالتأكيد يجب التغيير فورا، ويجب أن لا تدخل العاطفة في العمل. ومن المفترض أن لا تتأثر العلاقات بموضوع كهذا، فالعمل شيء والعلاقات الشخصية شيء آخر. وللأسف هذا ما يحدث في وسطنا الرياضي، فمعظم إدارات الأندية في حال حضورها تجلب معها المقربين منها. نعم التفاهم مطلوب، وهذا بالتأكيد يختصر الكثير من الوقت، لكن ليس ذلك على حساب العمل. ويجب في حال لم ينجح الشخص أن يبعد وإن كان من المقربين، وفي حال نجاحه أن يبقى وإن كان من غير المرغوب فيهم. ولنا في فراس التركي خير مثال، بعد أن دار حوله في الموسم الماضي جدل واسع النطاق أسفر عن إبعاده عن أروقة النادي وعن الملف الاستثماري، على الرغم من الجهود التي بذلها في المجال الاستثماري، ليأتي قرار إعادته إلى منصبه من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لأن ما قدمه يجبر البعيد قبل القريب على احترامه واحترام ما قدم. ومع ذلك رحل بتغيير الإدارة. إنها العلاقات يا سادة. خلاصة الحديث هي المقدمة لهذا التقرير. عمل زائد عاطفة، بالتأكيد الفشل هو النتيجة. مسفر الخثعمي، كرة. عمل زائد عاطفة فشل. أنا أعتقد أنه الأخ مسفر تقرير رائع وأصاب الحقيقة بالمعادلة اللي جاب، عمل زائد عاطفة يساوي فشل. موجود في الـ في الـ مع الأسف الوسط الرياضي، مع الأسف منتشر. أنت صاحبي أخليك أمين عام النادي، يعني إحنا تعرف إحنا هذا النظام عندنا، تعرف فلان أعرف فلان أوصي بفلان. يعني أعتقد أغلب خلينا نتكلم بالرياضة، يعني في إن جيت للصحافة الرياضية وإن جيت للعمل الرياضي في الأندية وإن جيت للعمل حتى داخل لجان اتحاد كرة القدم، يعني إحنا معروفين بالريفيرال سيستم اللي هو إنك تعرف فلان وأنا أعرف فلان ومش عارف إيش. فأنا أعتقد إنه لو ركزنا على الكفاءة والدراية بالعمل أكثر من العاطفة سوف ننجح أكثر. يعني طيب طارق ذكر كلمة جميلة، زائد عمل نتيجة فشل. بعد بعد العاطفة بين قوسين عدم كفاءة. إن لم يكن عدم كفاءة هو الفشل بكل تأكيد. العلاقة قد يعني أنت تعرف شخص متأكد أنه سينجح عملك، هل هذا هذا معناه فشل؟ لا، يعني أنا متأكد أن المعادلة يعني تظل حتى الآن أرجى بدون إضافة أبو فارس اللي هو عدم الكفاءة. بس موجود في الوسط الرياضي، موجود كثرة في الوسط الرياضي في كل مجالات الحياة، ليس في السعودية، في كل مكان في العالم، بس هنا بشكل أكبر. يعني ولكن عشان احنا نحس في إخفاق نوع ما في رياضتنا السعودية، فنسلط الضوء على مسببات الإخفاق. فهي معادلة مثل ما قلت، معادلة جيدة ولكنها ناقصة. يقولون فلان كويس ويمدحون فلان وكذا وكذا، هذه سبب. لا بس ترى احيانا بعد ابو فارس يعني كمان رئيس النادي او الشخص المسؤول يقول لك خليني اخذ شخص اثق فيه، عنده كفاءة بس أثق فيه، بكل تأكيد صاحبي. يعني ينجح أبو فارس؟ يعني أنا أعتقد أنه إذا أخذت الكفاءة بالاعتبار في الهدف في المقام الأول أعتقد أنه ممكن ينجح. طب كيف تعاتب صاحبك؟ كيف تحاسبه تعاقبه لو أخطأ؟ يعني قلت لك العاطفة، يعني أنت رجعنا نفس الموضوع، العاطفة زائد العمل يساوي فشل. طارق تبغى تنجح؟ انتزع العاطفة منك، خلينا نكون عمليين في العمل بشكل رسمي. يقدر طيب الواحد نعم بشكل رسمي؟ نعم ليش لا؟ هذا الشيء اللي يصير، هذا الشيء يصير معنا احنا في نادي الشباب. ايش يصير؟ ما العمل عمل، بعد ما انتهي العمل في المركز الإعلامي أصدقاء ومتعازم. بس في النادي أنتوا عمل، فقط عمل. طيب عمل برتم عالي.
فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.